كاين بينالتي لان باسكو شوف كيما قلت لك قبيل لازم نشوفوا لا كونجونكتور دون لاكال سي ترونكونس لي ان تري فورت بريسيون ضغط كبير نعم والحاكم هذا حاكم شاب في عمره 29 سنه ولا 30 سنه نعم وهو من لي جون تالون تاع لا فيفا باسكو سيت ان انترناسيونال لي جون تاع لا فيفا لكن في هذا في هذه المباراه كان خارج ايه نعم نعم في هذه المباراه يفو 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 دير يفو ابلي ان شانش يعني انا 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 معليش انا انا ماشي ما نكونش منافقك من انا انا شخصيا من حقي نعطي رايي بيشير انا بيشير نعتبر بانه اي فريق مهما كان جيفنتيس وطاحوا ناسيونال دو مارسيليا في في وطاح وطاح مولوديه الجزائر وطاح الجزائر وطاحت كانوا يقولوا ما يطاح وفاق سطيف شباب الوجداد نعم يعني فرق كبيره سقطت سقطت شباب الوجداد سقطت طاحت طاحوا مو كيف كيف ولكن ولكن انا رايي انا انا شخصيا مانيش حاب تحلم سيو ما حقي كيما العام اللي فات ما حبيتش ما حبيتش انه شبيبه القبائل طيح لانه هادو في هذا 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 صافي بطرق غير قانونيه بطرق قانونيه مدبيه لمسي وما طيحش لانه فريق عريق وعنده ولو انه عنده خمس سنين هما يتمسخروا به شفنا الان هنا دوك راح نسمعوا بعد قليل رابح يتحدث ولا واحد مولودية وهران تكلم اين هم اللي يدوا في شهريات مولودية وهران تكلمنا عليهم بدايه الموسم يدوا في شهريات بصح ما على كل في حقك وكل واحد حر الحمد لله لا. رانا في بلاد وين كل واحد يعطي رايه رانا نتكلموا <applause> ممكن ما تحبش فريق يحبط ولكن ممنوع على اي فريق ما يحبطش بصفه وي ماشي بصفه ما غير قانونيه <applause> انت ولا عام كامل ولا عوام ما تخدمش <applause> ما تخدمش سيرتي لا جيستيون كاتاستروفيك ما تكونش في المستوى ومن بعد تجي رايح تحبط تحبط شكون انت باش ما تحبط, تحبط. صح كي كيما انت كيما هذاك كي الفريق الصغير تحبط مم. وما يدخل روحه حتى مم. مسؤول صح. تحبط ما كاش هذه في السياسه في السياسه تدخل ليه. في حاجه كي ديباس نوتر بي انه مهنا تحبط خاطر شفنا سيرتان مسؤولين تحت الوزاره يدخلوا وعلى هاد الدخل روحك خويا ما تحبط شكون انت ما تحبط كيما هاد الولايه تاعك اه ما تحبش تحبط لا خل الوالي قال لا خل يحبش الولايه تاعك تحبط انا ولي ولينا انا انا تسمى فات اللعب هذا نو خويا تحبط انت تجار مال روح انت تروح انت اللي تروح والفريق اللي يسلك بالقانون بالقانون يسلك بصحته واللي ما يسلكش خويا يحبط لا انا, لا. أنا عطيت لك علي انا عطيت لك ان إيه سوي كما العام اللي فات تكلمت سوي سي تون سوي سي ان سوي ما قلتلكش بطريقه غير قانونيه انا, أنا, أنا مون سوي نشوف عندنا في الناسيونال ان جور لان عندها غاليري آه. ما شاء الله صح. عندهم ملعب في المستوى ديجا جو بوز لا كيستيون خرجت من, من مرة كتبتها من اه ما خرجت كتبتها بس كنت تكلمنا على الفار انت قلت لا سيزون prochaine ان شاء الله لا فيديراسيون تدير الفار 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 كين كي ندير كاين ملاعب ما ينجمش يكون الفار صح, صح. هل يديبلاساو يلعبوا اير يلعبوا اير ان شاء الله نشوفوها ولا كل ناحيه لازم يطبق القانون ما عندكش انت ما تنجمش تروسو في الفار تروح من الملعب تاعك وتروح الولايه اللي اكوتي وتلعب تعا تلعب للتم <applause> هكذا نمداونا من داونا منو آه نعم أنا لا ولكن باش نغلق القوس علي بن شيخ باش نوضح انا مانيش هنا كحكم ولا باش نقول هذا ما لازمش يهبط قلت لك سي سوين. سوي فهمتك فهمتك, فهمتك انا عطيتك ليكزومبل آه انا مون سوي نشوف عندنا باف لان عطيتك لارغيمون بالعباس و... علاه ما دابنا نشوفوا آه هذا قلنا ما لعب في القيمة انا كي قلت سينا. كيما العام اللي فات شبيبه القبائل آه سيتي حاجه تغيد لو كان العام اللي فات شبيبه كانت تلعب على الباقه كنت ماذا بيا جهاز كتقعد بطريقه قانونيه طبعا مولوديه وهران سي <سيما> مالوريو تشوف مولي طوارا تعاود تهبط ناسيونال دي بون هذا سامي ما سمعناش انا خديت في... اليوم راك روضاش تاع الصح خليني نسمع سامي نعاود لي لك راشيد تفضل سامي تحب تقدر لابد عدم تسييس هذا ل... متاكدين منه صح اللي ميريتي يهبط يهبط واللي ميريتي يقعد يقعد سي با نورمال كون الجيري دي كلوب يتفاهموا على ان كلوب باش يهبط نعم صا سي با نورمال سي با نورمال كان بريزيدون دان كلوب يروح بريزيدون لا فيديراسيون يقول له ولادك تفاهمتوا تهبط تاع الكلوب غير قولوا لنا باش ما نحبسوا من دوك صح هذه هذه حقائق صح سي دي شوز سمعناهم صح صح سمعناه. صح اسمح لي سا بو با اكزيستي اون الجيري <applause> كوم با اكزيستي ناس عندها نفوذ تعت... تعتمد يا سالي ب... تاع البلطجه باش تسوفي الكلوب تاعها سا سي با نورمال سي سي با نورمال هنا انا جو بونس كو نو زافون مينيستير نو زافون اون اوتوريتي لازم تمد كل واحد تعطي له حقه واللي يهبط هبط اللي يطلع طلع فوالا سي اوسي فالابل اون ليغ دو سي لا ميم شوز راه كاريتا راه ليغ دو راه كاريتا راه قبل ما نعطيك الكلمه لا معليش لا تسمح لي سمعوا لي باش ما ننساوش التصريح ايه. ايضا قلنا مولديه وهران لم يتحدث اي واحد ما علينا ما على بالناش مازالهم ما يدوا بك شهريه كنا قلنا بدايه الموسم باللي الناس اللي راهي مولدي طهران لازم على الاقل تكون في مستوى هذا النادي على الاقل تتكلم على الاقل كيعيطوا لها في التليفون ترجع وتكلم كيما راهم يتكلموا باقي الرؤساء <applause> نستمع لما قاله ربحي اليوم بعد الاجتماع دائما حول التحكيم ونعاود نولي لك رشيد اجتماع بوكو بلوس على الشيء اللي صرا نقولوا احنا الظلم التحكيمي ولا الغلطات التحكيميه مي سني بلو غلطات يعني غلطات مقصوده دونك لا ديسيزيون كو بريز ان شاء الله باش هاد الحكام هادو لازم يقصوا كاريما من كره القدم حنا ما راناش في سي عبيد شارف باسكو هو لو بريزيدون دو لا كوميسيون دو ولكن ما نقولوش كل الحكام بعض الحكام راهم يستغلوا هاد لا فان سيزون باش باش يديروا امور ربما اللي خارج عن نطاق الرياضه وعندكم لي زيكزومبل عندكم لي زيكزومبل في الماتش تاع المولوديه مع مع بارادو لا سيفلي ان بينالتي سي لا بروميير فوا ويشوفوا يعاودوا لي في لا ديسيزيون دونك حل اون زاد صارت لنا لينا حنايا هاك شتو واش صرا في الكاتريوم اربيت كان 60 متر ولا 70 متر يجي يونيلي ان بينالتي اللي سيفلاها لاربيتر سنترال اللي <سؤال> هو المسؤول الاول في في المستطيل الاخضر وهذا الشيء هذا غير مقبول تماما يعني دوك قلنا لهم ولا نقعدوا نشوفوا هاد لي براتيك هادوما ما راناش داكور سوا يتروفي سوليسيون سوا يعني هاد الحكام هادو يقسيوهم ولازم تكون مراقبه صارمه باسكو بزاف هاد الامور هادو راحين يضروا راحين يضروا يعني الـ النتائج تاع المقابلات اللي راهي جايه اذا الامور قد تسير لما لا يحمد عقباه رشيد عباد في نهايه هذا الموسم احنا رانا في الجوله 24 مازال 25 26 27 28 29, 29 30 ست جولات كامله بلا لي ماتش روطا وين رانا رايحين بها رانا ضابط كي لحقوا لي 5 ديرنيير جوني يبدا هذا بالا الامور راهي تجاوزت كل حدود والتحكيم لم يجد ضالته في هذا الموسم بكل صراحه استبشرنا خيرا ببعض الحكام الشبان مي هادو لي زاربيت لي يديروا اخطاء ريبيتيسيون جو بونس كو خلاص وصل الوقت شوف فردوان سلك التحكيم فيه هو عليه وتكلمنا طول وعرض ودائما نتكلموا لكن الاستراتيجيه اللي تبنتها هذا العام سيافة ما جابش لازم تبدل الاستراتيجيه تاعها لماذا؟ أنا نشوفه في اوروبا عندهم الحكام يعني عندهم حكام ملاح بصح رانا نشوفوا في كونتيليا لي ديزياسيون ايل مات توجور لي ميور شفنا انطوني انطوني تايلو البارح شفنا آه الفرنسي البارح اه إيه. شفنا غير لي ميور اليوم في الجزائر لي زاربيت انترناسيونو سو مارجيناليزي اليوم انا نطرح سؤال اين هو قاموح اين هو بن يحيى قاموح يروفيان دون كان يروفيان دو دو كوب دي موند كاب فير انغولا اون لو ريتروبي في الشامبيونات بن يحيى الى ديسباريو الى ديسباريو ان انترناسيونال لا ديسباريو وراهم هاد الحكام اليوم علاه اليوم التحكيم راهو يدور و مانيش نقول آه على هذا بمباراه ولا غربال سي لي ميور فرحونا وان شاء الله يزيدوا يروحوا كوب دي موندي وفرحونا سي لي ميور مي ا فولوار ترو يوتيليزي بمباراه غربال تو ريسك دو لي كاسي شوف بمباراه غربال داروا لي كارت دو فينال فار اربيت فار اربيت داروا دي ميلي دو كيلومتر داروا باش في كونستانتين وبعد ما عندكش المكونات في الفار إيه. عندك. صح اليوم اليوم اليوم, اليوم. عندنا دكتور اون انفورماتيك الى اون فورماسيون تري او في الفيفا اللي هو عبد الحق ايتشي علي داير تروا كوب دي موند داير بوكو الى بوكو دو كاركتير بوكو دو كاليتي علاه ما نجيبوش نتفاد منه في الفار علاه علاه ما نجيبوش نحوها حسب راك نحاو هاد ديبي سيزون باسكو ربما رئيس رئيس لجنه التحكيم قال لك ما نخدمش معاه بورتون كان صاحبو داروا المونديال كيف كيف مشاو كيف كيف اليوم نطرح سؤال لماذا هم هميشا كفاءه كيما يتشالي عبد الحق <applause> كنا قادرين نتفادوا من رضوان ونيفيتيو لي ديبلاسمون تاع بن براهم وغربال شاك هما في الفار شاك هما في الفار اليوم نعطيك على سبيل المثال داروا دومي داروا دو فينال دومي فينال ونهار الاحد لي دو ماتش روتار راح يدير لهم ثاني غربال وبوم براهم لا ولكن لا إيه؟ لا ما لا, لا انا نقول لك مانيش شفت كيفاش ما نيش ولا مازال في, في قدرات غربال حنا كامل كنا نقولوا غربال ظلم إيه؟ في كاس افريقيا نورمالمون هو يدير لا فينال تاع لا كوب دافريك دوك ماتش كيما اللي شما مع جي اسكا إيه؟ دير غربال انا ما نديرش واحد اخر إيه؟ نو مي غربال كيما نقولوا لي جان غربال اي اه. فو لو فير لو بروجي ردواني فو لو فير لو اي زون با شوف شوف رشيد انت قلت لي في فرنسا في انجلترا و فرا شامبيونز ليغ كيلاحوا لي غران ماتش اي فازي فازي اني فاهم كيلاحوا لي غران ماتش تا تاني لازم تفهمني نديروا صباح نكملوا بهذيك الفكره باش نتفاهموا ايه. قلت لي ديروا لي ميير دوكا حنا كي نديروا لي ميير تقول لي لا لا علاه ما نعطيش لواحد اخرين

اللي رشيد رشيد حنا نهضروا نعم. على اللي راهم يغلطوا السيد شفنا أخطاء بالجمله ضربه جزاء ما كانش هذيك شفنا شفنا السيد خارج الاخر شفنا جوج ما يرفدش انا نهضروا على هذوما الطبقه المتوسطه باش ما نقولوش الشبان لان الشبان حتى هو يغلط معليش راهو شاب وعلى بالنا باللي ما دخلش في الـ في هذيك الحياة تاع البيع والشراء من من في المنظومه مازال ما <applause> في المنظومه <applause> من نحكي لك انا دوك المشكل هذوك اللي في نروح نشوف نعاود نولي اربع دقائق عطري هذه سيت عندي راباج ماشي دي راباج كبير لا حبيت برك نشوف واش تكلم عليه دوكا على على لو سويفي لا, لا, لا توشي ان بوين تري امبورطون هذه تاع لاربيت ما يوطرينيش تاع توتال ريزون وهنا نقول لك وراه الاشكال لان في المنظومه في لورغانيزاسيون تاع لا سي اون برانسيب كاين دي بارتيمون دي سويفي دي زاربيت هذا هو اللي بلي ما كاش اون نيفو دو لا سي اف ا كاين لي فالياسيون دوك لي زاربيت لا لا لي فالياسيون يروحوا لي زاربيت يا رشيد هنا حين ولا غير